من برلين ينضم إلينا عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك عربي، إذن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرب عن دعمها الكامل لمرشح كتلة الاتحاد المسيحي أرمين لاشيت في منصب مستشار البلاد. يعني كيف يمكن لهذا الدعم الكبير أن يضمن فرص جيدة للاشيت؟ سيادي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا زالت تتمتع بشعبية كبيرة بين المواطنين الألمان، وهي الشخص الوحيد لو أرادت الترشح مرة خامسة لهذا المنصب سوف تنجح بنسبة 65% تقريبا هنا في ألمانيا. كل الوشوش الموجودة الآن سواء أرمين لاشيت أو النيرة بيربوك رشاحة الخضر أو حتى أولاف شولز هي وشوش جديدة على هذا المنصب بالنسبة للمواطن الألماني رغم مناصبهم الرسمية داخل ألمانيا. ولكن بالنسبة لزيارة ميركل اليوم تحديدا الى غرب المانيا منطقه الفيضانات التي راح فيها اكثر من 170 ضحيه الفيضانات وكان بصحبتها أرمين لاشيت، هي محاوله من المستشاره الالمانيه أنجيلا ميركل في هذا التوقيت تحديدا، لان الحزب يفقد كثيرا من الاصوات، محاوله لانقاذ ما يمكن انقاذه، محاوله لدعم مرشح حزب المسيح الديمقراطي أرمين لاشيت لجذب مزيدا من الاصوات. بدايه هذا العام شادي كانت نسبه الاصوات لصالح حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقريبا 34%، الآن حسب آخر استطلاع رأي لصالح جريدة بيلد وصل تقريبا ل 20%، تقريبا خسر 14%، وهي نسبة كبيرة جدا لم تحدث في تاريخ حزب الاتحاد المسيحي. ربما حزب الاشتراكي الآن وصل تقريبا 25% في أكبر زيادة يشهد هذا الحزب من أكثر من عدة سنوات. ولكن شادي حسب المحللين هنا في ألمانيا لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الرأي بشكل كبير، ربما المجموعة التي اختارت الحزب الاشتراكي صباح اليوم هم أساسا من أعضاء الحزب الاشتراكي، ربما التي اختارت حزب الخضر قبل عدة أشهر عندما كان حزب الخضر في القمة مع مرشحته الألمانية بيربوك ربما كانت هذه المجموعة هي من حزب الخضر. لا يمكن الاعتماد بشكل كبير على الاستطلاعات خلال هذه المرحلة تحديدا، ولكن مناظرتين. ولكن يعني بعيدا عن الاستطلاعات، هل يمكن الاعتماد على هذا الدعم من ميركل للاشيت؟ يعني هل هذا مؤثر؟ هذا مؤثر جدا بالطبع، ربما سيؤثر ولكن ليس بشكل كبير، لان المستشاره الالمانيه تدعم أرمين لاشيت بالطبع، ولكن مواطن الماني مع من سيتعامل في المستقبل؟ سيتعامل في المستقبل ليس مع ميركل، ولكن هنا الجميع يقول سوف نتعامل في المستقبل ربما مع أرمين لاشيت. وربما المواطن الالماني لا يريد حسب استطلاعات الراي في هذه المرحله تحديدا أرمين لاشيت، لان الامر متوقف على المستقبل ليس على هذه المرحله تحديدا. ربما المستشاره الالمانيه أنجيلا ميركل تخرج خلال الثلاثه اسابيع القادمه بشكل يومي لدعم أرمين لاشيت، ولكن لن يجدي بشكل كبير حسب المحللين هنا، لان الامر متوقف على ماذا يقدمه خلال المناظرات التي تتم او خلال الزيارات التي يجريها كل مرشح خلال هذه المرحلة تحديدا. الأحد القادم هناك مناظرة بين ثلاثة مرشحين، ويوم 19 مناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين. المواطن الألماني ينتظر هذه المناظرات تحديدا ليسمع ماذا يخرج من فم كل مرشح من المرشحين. الثابت حتى الآن في إجاباته هو أولاف شولز، لذلك معظم أصوات الألمان تذهب إلى أولاف شولز الذي يركز على برامج بعينها، حد أدنى الأجور، سوق العمل، الشباب وما إلى ذلك. ولكن أزمة أرمين لاشيت أنه يركز على شخصيته في الأساس عندما يتكلم للإعلام. يعني لا يوجد لديه هذا البرنامج الواضح؟ هو في برنامج واضح بالطبع لحزب الاتحاد، ولكن عندما يتم سؤال أرمين لاشيت يعني أكثر من مرة برغم دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولكن يركز على شخصياته، سنفعل ذلك في المستقبل وسنفعل ذلك في المستقبل. وقال تحديدا خلال المناظرة الأخيرة أن ألمانيا تحتاج إلى الثبات، تحتاج إلى نفس الخط كما يقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في محاولة لكسب الأصوات التي تؤيد أنجيلا ميركل. ألمانيا تحتاج في هذه المرحلة نتيجة الأزمة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، تحتاج إلى الثبات ولا تحتاج إلى وجه جديد أو حزبا جديدا مثل الحزب الاشتراكي أو حزب الخضر، لأن الحزب الاشتراكي كانت آخر أيامه هي أيام جيرهارد شرودر قبل أربعة دورات انتخابية. ولكن هو يركز في الأساس على ماذا سأفعل أنا، ماذا سأقدم أنا، وليس الحزب وليس نقط محددة تحديدا مثل ما تقول دائما أنالينا بيربوك مرشح حزب الخضر أو حتى أولاف شولز مرشح الاشتراكيين يفندون ويشرحون نقط كل برنامج، بخلاف أرمين لاشيت الذي يركز على شخصيته. وفي المناظرة الأولى تحديدا شادي أرمين لاشيت كان يهاجم بشكل كبير أنالينا بيربوك مرشحة الخضر وأولاف شولز، يعني تقريبا 60-70% من كلماته كانت كلها كلمات هجوم على الاثنين دون أن يشرح ويقول ماذا سيتم في المستقبل.
أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات، كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من برلين العاصمة الألمانية عربي مرزوق.